والانفجار له عدة أشكال. بعض الناس اللي يتعرضوا للتنمر بينتحروا والعياذ بالله، بعضهم يحطوا غضبهم في أطفال آخرين، بعضهم لما يكبر يحط غضبه في أولاده وفي أهله. فلا تعتقدوا أن التنمر لما يحصل للأطفال إن لم يتم علاجه. قولوا العفروت أنه يوجد حل. لو الواحد جاء وشاف حالة تنمر إيش ممكن يسوي؟ يوجد أبليكيشن، تطبيق اسمه بولي بوكس أبليكيشن. ده فكرته أنه لو الواحد شاف حالة تنمر يدخل على التطبيق ويبلغ عن هذه الحالة، والحالة تذهب كبلاغ إلى المدرسة باسم مجهول، فما في خوف عليك أنه يعرفوا أنك بلغت. من ضمن أسباب التنمر الجهل. الواحد لما يشوف شخص مختلف عنه وهو يجهل سبب هذا الاختلاف ممكن يؤذيه. تعرف لما الناس كلها تشوفك بنظرة غير وانت تشوف نفسك بنظرة غير؟ هذا اللي الله ميزه فينا، ان رزقنا جمال خاص غير عن البقية. إكثيوسس عبارة عن مرض مزمن الله وهبنا اياه من يوم ولدنا، يسبب في جفاف الجلد وتساقطه بشكل مستمر وبشكل يومي. اللي ميزنا احنا كمرضى إكثيوسس انه اجسامنا مساماتها مسكرة وغير قابل للتعرق. الحمد لله احنا عايشين حياتنا بشكل طبيعي، نسوق، نسافر، ندرس، يعني حالنا من حالكم، بس انتو يمكن تشوفون احنا بنظرة غير. كثيرة اسئلة المجتمع لنا، كيف صار لكم كذا؟ متى صار لكم كذا؟ وليش صار لكم كذا؟ كثرة الأسئلة احنا ما عندنا مانع نجاوب على أسئلتكم، ولكن أهم شيء الأسلوب. يمكن أنا شخصية تتقبل هالأسئلة بصدر رحب وممكن أجاوبكم على أي سؤال، بس غيري في هذا المرض أو في غيرها من الأمراض يمكن ما يتقبل، يعتبره إحراج، يعتبره تجريح، أو ممكن ينعكس عليه باكتئاب، فكونوا حذرين في أسلوبكم. في كثير ناس تلجأ لعمليات التجميل للأسف وبدون داعي يعني، بس كلمة واحدة أحب أقولها لكم، إنه قدروا النعمة اللي أنتوا فيها، النعمة اللي الله أعطاكم إياها. في Amazon.com لقينا 13,000 كتاب يتحدث عن البولينج، ودورنا بالكتب العربية عن التنمر وجدنا 5 كتب فقط. فهذا دليل أنه لسه العالم العربي محتاج توعية أكثر ويحتاج تغطية إعلامية أكبر لهذا الموضوع المهم، لأنه ما يحصل في سن الصغر هذا اللي قاعد يحضر نفسية الجيل الجديد اللي حيمسك البلاد العربية بعد 10-20 سنة. فالاهتمام بهذا الكنز الوطني من الآن